بسرعة مركبة الفضائية نزلت وفوق حقل الثمار وصلت. الآن سأخذ الثمار كلها. أيها اللص، توقف عن أخذها. عليك توقف في الحال. ارحل أيها المحتال. عليك مغادرة المكان. سأضع علامات تحذيرية الآن. ثبتت العلامات جيداً. انظري، لقد عاد مجدداً. خطرت لي فكرة ذكية. سنوقفه معاً بالشبكة القوية. لن ننخدع بهذا القناع. هيا، عليك التوقف عن الخداع. لقد وقعت في مركبته ووجدت بها صورة عائلته. يبدو أنه لم يقم بخداعنا. هيا ارحل من هنا. توقفي، ليس قناعاً تنكري، هذا وجهه الحقيقي. آسفة يا صغير، ظننتك اللص الشرير. لدي فكرة جيدة. بمركبتي يمكنني المساعدة. استطعنا الوصول إليه، فلنلقي البطيخ عليه. بقذيفة البطيخ استطعنا إصابته. والآن انعدمت الرؤية. بسرعة تعرض للاصطدام. هذا جزاؤك أيها الغلام. لقد تعلمت درساً جيداً، لن أفعلها مجدداً. بسرعة يطير الأبطال الخارقون. انظروا إليهم، إنهم رائعون. أعرف مكان أزياء الأبطال، هيا نذهب إليها في الحال. هناك زيين فقط هنا. ليسا كافيين لنا. لدي فكرة، فلنرتديه معاً. أجل، سيكون هذا رائعاً. هيا نقوم بنفس الفكرة. لا، لم تعجبني بالمرة. أريد أخذ بعض الوجبات. ليس قبل إحضار التذكارات. بينما نسير وقعنا نحن الاثنان. يا لكما من مضحكان. المشكلة كانت أربطة الحذاء، وقد حللت الأمر بكل ذكاء. ماذا تختارين يا أختي الصغيرة؟ فلنأخذ العصير وتلك الشطيرة. نقدم لبعضنا المساعدة. تبدو تلك طريقة جيدة. كان هذا لطيف. وحان وقت التنظيف. ها، لنفعل كما فعل هذان. هيا، فلتأكل الآن. لم يكن هذا ذكي. أفسدت وجهي يا غبي. بالمشروب سأقوم بالانتقام. فلتشرب أيها الغلام. هيا، فلنبتعد عن بعضنا. تقطع زيهم ووقع أمامنا. فلنقوم ببعض الإصلاح. لقد أنهينا الأمر بنجاح. أفسحوا لنا المكان. نحن قادمان. الريح تهز الأشجار وسقطت كل الأزهار. وجدت الأميرة تأكل كرزات صغيرة. فلتعطني بعضهم. لا يمكنك أخذهم. رمت البذرة علي وأتى الحراس إلي. قمت بالذهاب ووضعت البذرة في التراب. الآن سأنام. ومرت الأيام. شربت بعض الماء وسقيت النبتة الخضراء. آه، الرياح ستؤذيها، يجب أن أحميها. الصخرة القوية ستبقيها محمية. ها، ما تلك الأغصان؟ سأبقي النبتة بأمان. بسيفي حاربتها وأبعدتها كلها. ها، المهمة اكتملت، لكن الثلوج هطلت. حاولت تدفئتها وقمت باحتضانها. مر الوقت وفي الصباح استيقظت. ها، يا للسرور، ما أجمل تلك الزهور. شكل الأزهار بديع وأحبها الجميع. دخل الكل بحرية إلا الأميرة الأنانية. إليك تلك البذور، لا يمكنك المرور. ها، أنهيت التحضير. هاي، توقف أيها الشرير. الباب مقفول، لا يمكنني الدخول. وطواط صغير، سأخرجه ليطير. قنبلتي الخضراء، سأطلقها للسماء وأدمر الطبيعة بروائح فظيعة. لنبدأ الإطلاق. ها، هناك رفاق. وصلت إليك، مقبوض عليك. هاي، أنهيت مهمتي. يا لروعتي، قام بإطلاقها، سألحق بها.
لأنقذ الهواء، سأتصرف بذكاء. سأحل المشكلة وأوقف القنبلة. بقوة ضربتها وللكهف أرسلتها. أنا حر مجدداً. ليس هذا جيداً. رائحة مقززة. بحماس نشجع فريقنا، وأتت المتنافسات أمامنا. فلنبتعد عنهما لنظهر، لكن زينتهم أكبر. يا لكما من مزعجتان. ستبدأ المباراة الآن، لن تنتصروا علينا. سنريكم ما لدينا. يبدو فريقنا ضعيف، وكذلك مظهر زينتكم سخيف. لنصنع بعض التعديلات. يجب أن نضيف المجوهرات. بدون أي انتظار ذهبنا لمحل المجوهرات بالجوار. سنشتري الجواهر الرائعة لتصبح زينتنا لامعة. سأمر بينكم بسرعة وأسجل بكل روعة. عدنا للملعب بشكل سريع وأبهر منظرنا الجميع. أضواؤنا البراقة أزعجتهم وبقوة شتتت رؤيتهم. قام بتصويبة خاطئة، تلك الزينة سيئة. هيا عليكما المغادرة الآن. لقد انكشفت خدعتنا. انظروا هناك يا أصدقاء، لنرتدي تلك الأزياء. يبدو هذا رائعاً. هيا نشجع معاً. الشطائر تبدو جيدة، سآخذ واحدة. نحتاج للأكل. ساعدنا أيها الشاب. نفذ طعامنا، أيمكنك مساعدتنا؟ إنها وجبتي، سآكل شطيرتي. أثناء عودته سقط المفتاح خاصته. المفتاح مفقود والباب مسدود. الأمطار تهطل، ماذا أفعل؟ تعال هنا واختبئ بيننا. سأحل المشكلة بأنفي المذهلة. وجدت مفتاح الباب. يمكنني الذهاب. لا يمكنني تركهم، سأقوم بإدخالهم. أدخلتهم للبيت وبالطعام أتيت. في البيت الآن صرنا بأمان. فوق حوض المياه سأعلق المرآة. المطرقة تطير وقامت بالتكسير. سأجمع الحطام. أختي، أريد الحمام. يا للحظ العسر، المرحاض منكسر. ماذا فعلت هنا؟ لا، ليس أنا. ستدفع من المدخرات. استطعت الإفلات. لدي طريقة لمعرفة الحقيقة. الأقمار الصناعية ستحل القضية. بعد قليل، هاي، وجدت الدليل. انظر بعينيك، كذبت أختي علي. سيكون العقاب شديد. وقع المرحاض الجديد. إصابة في القدم، أشعر بالآلام. لتصحيح أفعالك ستدفعي بأموالك. لقد انتهيت. سأوصلك للبيت. نزولا وصعود ليخرج الوقود. أملأ البراميل كلها. توقف النفق بعدها. سأذهب في الحال لأصلح الأعطال. نزلت بين الطبقات. لم يبقى سوى قطرات. لإخراج النفط نحتاج لبعض الضغط. أحتاج المساعدة. لدي خطة جيدة. لنخرج يا أصدقاء ونحضر بعض الماء. ملأنا الحاوية. إلى الخطوة التالية. بحرارة كالنار سننتج البخار. بالأنبوب العملاق نرسله للأعماق.
والضغط يزداد والنفط قد عاد. بخطتنا المذهلة حللنا المشكلة. الإصلاح اكتمل، لنعود للعمل. أنا وحش القاذورات، سأفسد الطرقات. لطخنا بالطين. توقف أيها السمين. احتجزناه بالمسيدة. ليست فكرة جيدة. توقف أيها الشرير. سأغطيك بوحل كثير. بالصابون اللطيف سأقوم بالتنظيف. بسلاح الصابون أطارد الوحش المجنون. في السيارة الزرقاء أتبعه في الأرجاء. طلقة صابونية. كانت قوية. لا يمكنك هزيمتي. سوف أعدل خطتي. البدلة التنكرية فكرة ذكية. الوحش الخائف على العلامة واقف. لننزل بالمنظف على الوحش المقرب. وقت المياه، وهكذا نظفنا. سوف أعيد القارة. ليست تلك المرة.